تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على @نور دبي راديو. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. واليوم الخميس الونيس، نرحب فيكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق عملنا في هيئة الصحة في دبي، التنسيق والمتابعة أستاذ أحمد سلامة، مخرجنا اليوم وائل قواسمة، ومعاي يشاركني اليوم في التقديم زميلتي آمنة آل علي. صباح الخير آمنة. صباح الخميس الونيس دكتورة. صباحكم ونيس. ومعاكم في التقديم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة أذكركم بتواصلكم معنا وأيضا لملاحظاتكم على الأرقام التالية 600-551-1414 والرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا، كما عودناكم دائما نذكركم بأهم ثلاث طرق لحمايتنا ضد فيروس كوفيد 19. أول شيء، نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن مترين، ونرتدي كماماتنا دائما وأبدا بالطريقة الصحيحة والمناسبة، وأيضا ما ننسى نحافظ على نظافة إيدينا ونغسلها باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية. مستمعين، حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة والقيمة. في هاي الحلقة راح نتحدث عن آخر أخبار الصحة، راح تكون معانا اليوم أسماء الجناحي وبتعطينا آخر أخبار التواصل الاجتماعي. وحلقتنا راح نتحدث اليوم عن الكثير من المواضيع، من بينها راح يكون معانا الدكتور ياسر يحدثنا عن خدمات قسم الجراحة المسالك البولية، وعندنا بعد مصطلحنا الطبي، وما ننسى راح يكون معانا اليوم أخصائي علاج النطق دكتور حيدر. وفي ختام حلقتنا راح نتحدث عن أسبوع التنمر الإلكتروني. وشو عندنا من أخبار اليوم آمنة؟ خبرنا اليوم دكتورة وايد حلو، يقول أن ممكن أن نعالج الإدمان لدى بعض الأشخاص بجراحة تقام في المخ، ويخضع مرضى يعانون من إدمان شديد على المواد الأفيونية لجراحة تتضمن زرع غرسات في المخ لمساعدتهم في التقليل من الرغبة الشديدة في تناول المواد المخدرة في إطار تجربة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة. وخضع جويورد باك هولتر البالغ من العمر 33 سنة اللي عانى لسنوات طويلة مع الإدمان لهاي الجراحة بعد 10 سنوات تعرض خلالها للعديد من الانتكاسات وتناول الجرعات الزائدة. ووصف علي رضائي رئيس فريق الجراحة الذي أجرى العملية هذه الأداة بأنها منظم للمخ على غرار جهاز تنظيم ضربات القلب، لكنه أكد أنها ليست تكنولوجيا للمستهلك ولا ينبغي استخدامها لتحسين أداء المخ البشري. فمثل ما نعرف دكتورة، يعني ممكن في المستقبل يكون هناك يعني علاج للأشخاص المدمنين. بالضبط، يعني مثل ما في منظمات لضربات القلب، يمكن يكون في لنا منظمات بعد للموجات الدماغية، ما تدرين آمنة؟ يمكن دكتورة.
خبرنا الثاني تحدث عن حالة بيولوجية لفهم حاسة الشم عند الحريم. أعلن العلماء أنهم اكتشفوا حالة بيولوجية جدا نادرة كفيلة أن تغير فهمنا لطبيعة حاسة الشم. توصلت دراسة نشرتها دورية نيورون الطبية أن بعض الأشخاص يمكن أن يستخدمون حاسة الشم بشكل طبيعي على الرغم من أنهم يفتقدون للجزء الضروري لعمل هاي الحاسة في الدماغ اللي هي بصيلات العصب الشمي. وقد كان يعتقد أن هاي البصيلات يؤدي بالضرورة إذا مو موجودة راح يفقدون حاسة الشم. الملفت في هاي الحالة أن معظمهم يكونون من النساء اللي يستخدمون إيدهم اليسار، ولم تكتشف هاي الحالة لحين للرجال. السلام دكتورة، الخبر اليوم يخص النساء فنحن نستمتع بهالأشياء. مميزين دائما إحنا أمنا. وناخذ معانا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. خبرينا شو عندك اليوم من آخر أخبارنا في وسائل التواصل الاجتماعي. من آخر الأخبار اللي حطينا في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية، واحد أولها بموجب مذكرة تفاهم وثقت هيئة الصحة بدبي وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي يفزع شراكاتهم الاستراتيجية بمذكرة تفاهم تقضي بتوفير شراكاتهم الاستراتيجية من خلال توفير باقة من المتكاملة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لمجتمع منطقة دبي، منطقة الحرة بمطار دبي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن قاعدين نحط في قنوات التواصل الاجتماعي، نحن مستمرين في التوعية بحملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، وكانت حملتنا أمس أو نشرتنا الأمس كيف تقوم بحماية نفسك من التنمر. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها، صحة دبي تدعو خط الدفاع الأول من القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية اللي راح يكون يوم الجمعة باكر. نتمنى من الجميع أن قبل ما يروحون يسجلون على dubairide.com. هاي من ضمن الأشياء. وأهم شيء، أهم شيء الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وأيضا غسل اليدين باستمرار وعدم لمس الأنف والعين والفم قبل غسل اليدين. ودمتم بصحة وسعادة. تسلمين نفس ما على هاي آخر الأخبار والمستجدات. شو رأيك آمنة، شاركتي بتشاركين في تحدي دبي للدراجات ولا لا؟ أنا الصراحة دكتورة من الصغر عندي مشكلة ويا الدراجات الهوائية، لا أعرف أركبهم ولا أعرف أتوازن على الدراجة، فكان دائما الوالد يقول لي إذا آمنة ما تعرف تسوق يعني الدراجة الهوائية كيف بتسوق سيارة؟ بس سكت السيارة. السيارة لأنها بأربعة واير عسب شيء. طيب بس دكتورة سمعنا إنك أنتي المتمرسة، بتشاركين إن شاء الله؟ لا بعدني مبتدئة أنا، ممكن السنة الجاية وأقدر أشارك المحترفين. بس أنا أمارسها بشكل يومي صرت. طبعا دكتورة نرد نذكر المستمعين بإجراءات الاحترازية قبل هذا السباق وأثناء السباق، شو تقولي لهم دكتورة؟ طبعا أهم شيء أن إجراءات السلامة، خوذتهم، عدة السلامة، يأخذون احتياطاتهم، إذا كانت عندهم أي أعراض ما يروحون عشان ما يعرضون الآخرين بعد للخطر، كماماتهم يرتدونها طوال الوقت، يحافظون على مسافة كافية قدر المستطاع. احنا نعرف انه سباق وهو من الصعب، لكن بعد في بعض الاماكن بامكانهم ان يتجنبون الازدحام. وطبعا ننصحهم انه يكون هاي السنة السباق فردي، ما يروحون مع جماعة او كذي. وطبعا اجمل اذا كانوا جماعة، بس يعني هاي السنة هي سنة استثنائية في جميع الحالات. نعم دكتورة، طبعا كل ما اتخذوا اجراءاتهم الاحترازية كل ما كانوا هم واهاليهم في مأمن، وكانت صحتهم وصحة اللي يحبونهم طبعا وسلامتهم أهم من أي سباق وأهم من أي شيء ثاني. بس نحن هني بدورنا نشجعهم أنهم يشاركون ولكن مع الإجراءات الاحترازية. طبعا من المهم أن يعرفون خريطة المكان والمداخل والمخارج، يعرفون شو اللي عليهم شو القوانين الموجودة هناك، وأهم شيء أنهم يستمتعون بعد بهاي الرياضة. نعم دكتورة، وطبعا يعني بعد ما تكلمنا عن هذا السباق اللي بيقام غدا إن شاء الله، دكتورة نطلع لفاصل إعلاني ونواصل مع المتابعين. فاصل قصير مستمعينا ونرجع لكم مع فقرة خدمات هيئة الصحة. صحة وسعادة. و
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، واليوم مع هذه الفقرة بنتكلم في فقرة خدمات الهيئة. وقبل ما نتكلم في فقرة خدمات الهيئة، أحب أذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا، واللي هي 600-551414، وللرسائل النصية 4006. وطبعا أعزائي المستمعين، تعمل هيئة الصحة بدبي بشكل متواصل على تحديث وتطوير أقسام منشآتها الطبية في مختلف التخصصات، مستهدفة تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وأفراده. ومن بين هذه الأقسام اللي تحظى باهتمام الهيئة هو قسم جراحة المسالك البولية، ومعانا اليوم للحديث عن هذا القسم وإمكانياته وخدماته الدكتور ياسر أحمد السعيدي، استشاري المسالك البولية والروبوت في مستشفى دبي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور. السلام عليكم. صباح النور. مرحبا، كيف الحال؟ أهلا فيك دكتور. دكتور، ممكن تعرفنا في البداية عن قسم المسالك البولية في مستشفى دبي وشو هي الإمكانيات اللي يقدمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي تأسس في 1984. طبعا خلال هاي الفترة صارت تطورات كبيرة في هذا التخصص وتقنيات حديثة طلعت. طبعا قسم جراحة المسالك البولية هذا هو القسم الوحيد المتعلق بجراحة الكلى والمسالك البولية في على مستوى هيئة الصحة، وهو يغطي جميع المستشفيات التابعة للهيئة، وكذلك يتم تحويل الحالات اللي تحتاج عناية دقيقة في هذا التخصص من كثير من المستشفيات على مستوى الدولة. نعم. قسم جراحة المسالك البولية نحن من الخدمات اللي نقدمها طبعا العيادات الخارجية، وعندنا حاليا 15 عيادة في الأسبوع وزايد عيادات مسائية، وتم إضافة 3 عيادات مسائية حديثا لتغطية الحالات اللي كانت متأخرة بسبب الجائحة. نعم. بالنسبة للحالات الجراحية طبعا عدد العمليات اللي نقوم فيها تقريبا 10 عمليات، معدل 5-10 حالات بشكل يومي خلال الأسبوع، هذا من غير الحالات اللي فينا عن طريق الطوارئ والحالات الطارئة. القسم طبعا عندنا المرضى اللي موجودين عندنا في الأقسام اللي هم يا أما يدخلون عن طريق الطوارئ أو عن طريق العيادات الخارجية لتحضيرهم للعمليات، ومن ثم إجراء العمليات، وبعد ما يتعافون يطلعون من الأقسام. بالنسبة للخدمات اللي عندنا، إحنا نغطي أغلب التخصصات الفرعية في جراحة المسالك البولية، منها علاج الأورام، أورام المسالك البولية جراحيا، منها علاج الحصى، علاج تلف البول، تضيقات الحليل، وحاليا استحدثنا عيادة صحة الرجل لتقديم العلاج الجراحي للضعف الجنسي. نعم دكتور، يعني خدماتكم دائما في تطور، وما شاء الله تستقبلون يعني حالات، يعني مش عدد بسيط، يعني قلت لي دكتور 10 عمليات في اليوم ممكن يكون عندكم. نعم. فيعني قسم كبير من الحالات اللي تعتبر بسيطة اللي الحالات المعقدة والميجر سيرجري. نعم دكتور، اليوم حابين نتوقف معاك عن مشكلات الحصى وأنواعها، لأن نشوف يعني هاي من المشكلات الشائعة حالياً، فممكن تقولنا شو هي الطرق الحديثة اللي تستخدمونها لعلاج مشكلات الحصوات؟ طبعا مشكلة حصوات الكلى مشكلة جديدة بسبب أول شيء التغذية، وثاني شيء الجو، لأن نحن في منطقة حارة، والسبب الثالث العامل الوراثي اللي ممكن يسبب الإصابة بهاي المشكلة. نعم. والأنواع مختلفة، في أكثر من 4 أنواع رئيسية، لكن إذا قسمناها بطريقة أسهل للمستمعين
عندنا حصوات الكلى أنواع اللي ممكن تنشاف بالتصوير العادي على أشعة، وهاي عادة تحتوي على الكالسيوم، والحصوات اللي ما تبين على الأشعة اللي الحصوات اللي ما فيها كالسيوم. علاج الحصوات عادة لأن الحصى اللي تتكون في الكلية إذا بدأت تنزل ممكن تسد الحالب وتسبب مغص كلوي شديد، وقد يؤدي إلى حدوث التهاب حاد في الكلية. في هاي الحالات طبعا علاج الحصى يكون علاج إسعافي طارئ، ويتم فيه شيل الحصوة عن طريق المنظار، اللي هو المنظار عن طريق مجرى البول. طبعا في عدة عوامل، لكن التقنيات كلها اللي موجودة عندها منها التفتيت الخارجي بالموجات الصوتية التصادمية، عن المناظير عن طريق المجرى الطبيعي للبول، منها المناظير الصلبة اللي تستخدم لإزالة الحصى من الحالب نفسه، أو المناظير المرنة اللي نقدر نفتت فيها بالليزر الحصى داخل تجويف الكلية في حوض الكلية ونشيل الحصى. حاليا نحن في مستشفى دبي طبعا بدينا طريقة حديثة اللي هي تثبيت الحصى وإزالة الحصى من الكلية عن طريق تقنية المنظار المزدوج. نستخدم منظارين في نفس الوقت، منظار عن طريق الحالب عن طريق مجرى البول الطبيعي يوصل لحوض الكلية، والمنظار الآخر يكون عن طريق فتحة صغيرة 1 سنتي في الخاصرة، يتم توسعة المجرى لين حوض الكلية، وعمل نفق ندخل عن طريق هالنفق لتجويف الكلية بمنظار ثاني، على أساس نقدر نشيل ونفتت الحصى في حال ما إذا حجم الحصى اللي كانت موجودة كبيرة وايد ومالية كل تجاويف الكلية، فبالتالي نقدر نخلص الحصى هاي في جلسة واحدة. وهاي التقنية حاليا هي المستخدمة بس موجودة عندنا في مستشفى دبي، ما في مستشفى على مستوى الدولة يسوون هاي العمليات. طبعا ما شاء الله دكتور، معروفين هيئة الصحة في دبي دائما يستحدثون أهم الإجراءات والعلاجات الحديثة والأفضل عالميا. دكتور شوي لو تحدثنا عن الحصوات الكلى، هل من الممكن طريقة غذاء الشخص تزيد من فرصة إصابته بهاي الحصوات، أو الغذاء ما له أي دخل في الحصوات؟ لا، التغذية تلعب عادة العادات الغذائية هاي دور رئيسي في هاي المشاكل. يعني أنواع الحصى مثل أنواع الأوكسالات أو الكالسيوم أوكسالات واليوريك أسيد ستونز، هاي الحصوات تتعلق بالعادات الغذائية عادة. مثل شو دكتور؟ يعني لو تعطينا مثل يعني أمثلة مثلا بالنسبة للكالسيوم أوكسالات، يعني بعد ما نشيل الحصى ونفتتها عادة نحل الحصى ونعرف نوعها، ويتم إجراء فحوصات لمعرفة الترسبات اللي موجودة وتركيزها في البول اللي تسبب تكون الحصى، وبالتالي ننصح الناس بتجنب تناول البقوليات، الخضروات الداكنة، المكسرات، الأملاح. في حالة اليوريك أسيد الأغذية الغنية بالبروتين منها اللحوم، ونحاول نحدد كمية الأكل بعد عن طريق أخصائيين التغذية اللي عندنا في الهيئة. طبعا هاي حالات خاصة للأشخاص المعرضين للإصابة بهاي الحصوات. نعم طبعا، واحدة من الأسباب أصلا تكون الحصى هي السمنة. يعني والسمنة في مجتمعنا الحين مشكلة كبيرة بالضبط، وحتى بعض المرضى اللي يكون عندهم تكون حصى ويجرون عمليات لمشكلة السمنة ممكن تزيد عندهم فرص تكون الحصى قد تصل إلى 30% تقريبا، فيحتاجون متابعة مستمرة. ونحن ننصح أن يعني يشافون في عيادة المسالك البولية أو مع أخصائي المسالك البولية لمتابعة الحالة. هل في طرق للوقاية من حصوات الكلى دكتور؟
الوقاية مثل ما خبرتك في البداية نحتاج نعرف نوع الحصوة ومن ثم إجراء الفحوصات لمعرفة ما إذا في سبب هرموني مرضي هو السبب في تكون الحصى أو لا، ومن ثم نبدأ نعطيهم النصائح. طبعا أهم شيء هو زيادة شرب السوائل وتناول السوائل ما بين لترين إلى 3 لتر في اليوم، وفي بعض الحالات قد يتطلب منهم حتى 4 لترات في اليوم. شكرا دكتور. لو تعطينا بعد شوي تحدثنا عن علاجات البروستات الحميد وتقنيات الليزر اللي احنا نستخدمها في الهيئة. تضخم البروستات الحميد مرض يعني غالبية الرجال بعد سن 45 يبدأ عندهم تضخم البروستات، لما توصل الحالة لمرحلة انهم ما يستجيبون للعلاج الدوائي والتضخم وصل لمرحلة أن الأعراض تكون مزعجة جدا للمريض لدرجة أنه ما يقدر يقوم بالأشياء الروتينية اللي يسويها يوميا، أو الحالة هاي الأعراض هاي تكون عائق كبير بالنسبة له، نقترح عليهم العلاج الجراحي. طبعا العلاج الجراحي التقليدي كان سابقا بعملية فتح وإزالة التضخم اللي موجود في البروستات وليس إزالة البروستات، مجرد التضخم اللي عامل الانسداد في مجرى البول. طبعا العمليات هذه كانت تعتبر عمليات يعني يحتاج المريض فيها أن يتعافى، بعد العملية يحتاج 2-3 أسابيع. حاليا في العمليات اللي نقوم بها عن طريق المنظار، سابقا كان التجريف بالسكين الكهربائي، كنا نجرف التضخم اللي موجود على اساس نفتح المجرى وبالتالي المريض يقدر يرجع لعادته الطبيعيه في التبول تفريغ المثانه. وهاي العمليات بعد يعني المريض كان يضطر يبقى في المستشفى تقريبا 4 أيام بعد العمليه. من سنة تقريبا بدينا عملية إزالة التضخم بالكامل بنتائج ممتازة عن طريق الليزر. طبعا ميزة الليزر أن احنا نشيل التضخم بشكل كامل مقارنة بالتجريف، والإزالة هاي تكون مثل عمليات الفتح السابقة لكن تتم عن طريق المنظار. نعم دكتور طبعا. نعم دكتور اسمح لنا، طبعا تقنيات الليزر وعلاج البروستات الحميد تقنيات متطورة، ونحن طبعا نأمل دكتور أن نستضيفك في حلقة أخرى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، لأن الوقت حاليا لا يسعفنا الحديث أكثر عن هذا الموضوع. ولكن دكتور شاكرين لك اليوم تواجدك، شاكرين لك معلوماتك القيمة عن خدمات اللي يقدمها قسم جراحة المسالك البولية. شكرا لك دكتور ولفريق عملك المتميز في هذا القسم، وآملين أن إن شاء الله نستكمل الحديث في حلقات أخرى دكتور. شكرا لك. شكرا دكتور. طبعا آمنة ما شاء الله يعني قسم المسالك البولية في مستشفى راشد معروفين ويستحدثون أهم العلاجات والأجهزة والتقنيات الحديثة في علاج الحالات المسالك البولية وما غير ما إلى غير، والحديث معاي طول وجدا شيق يعني. نعم. والدكتور ما قصر يعني وحدثنا عن كثير من المعلومات، لكن مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل وبنرجع لكم مع مصطلحنا الطبي وغيره. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. من بين المشكلات الصحية اللي تواجه الأطفال وحتى الكبار ما يتعرض له الإنسان من إعاقات، خصوصا الإعاقات السمعية. في حلقتنا اليوم يسرنا أن نستضيف معنا الدكتور حيدر علي أخصائي علاج النطق في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة، ليحدثنا شوي عن نوعية أنواع هاي الإعاقات. صباح الخير دكتور حيدر.
صباحكم الله بالنور والسرور والشكر لإذاعتكم الكريمة دائما موصول. يشرفنا وجودك معنا دكتور. دكتور لو شوي تحدثنا احنا شو نقصد بالإعاقة السمعية وهل لها مستويات محددة؟ بداية كتعريف بشكل مبسط للأهالي، الإعاقة أما تكون إعاقة جسدية أو عقلية. الإعاقة أيضا تكون ياما بشكل جزئي، يعني يفقد السمع الإنسان، ياما بشكل جزئي أو كلي، مما يؤدي إلى إعاقة الإنسان عن عدم سماع أصوات الأشخاص اللي حواليه أو لإعاقة الأصوات الموجودة حواليه في البيئة. طبعا عندنا هي درجات طبعا الإعاقة السمعية، في عندنا البسيطة وفي عندنا المتوسطة وفي عندنا أيضا الإعاقة الشديدة بتكون اللي هو عدم القدرة على السماع بشكل بصعوبة بالغة. طيب دكتور، أو يفقد كليا عفوا. شو هي المسببات الرئيسية وراء هذا النوع من الإعاقات وخصوصا عند الأطفال؟ عادة اللي هو ياما يحدث الشيء قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعد الولادة. من أشهر الأشياء التي تؤدي إلى أو أسباب اللي هي التهاب الأذن الوسطى خصوصا عند الأطفال اللي يكون عندهم مناعة ضعيفة، فصير عندهم نزلات برد متكررة، وهذا الشيء طبعا يؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى، والأذن الوسطى تلعب دور كبير بالنسبة لموضوع السمع فيأثر على السمع بشكل كبير. وأيضا في عنا اللي هو الحصبة الألمانية وأيضا الشلل الدماغي أحيانا يؤدي إلى يعني اللي تكلمنا اللي هو الإعاقة من جهة العقلية. فشلل الدماغي قد يكون الأذن سليمة، ولكن المشكلة وين تكمن؟ تكمن أنه الطفل غير قادر يحلل الموجة الصوتية أو الصوت اللي سمعه في الدماغ نفسه. طيب دكتور، شو أهمية السمع في تطور النطق عند الشخص؟ هل لهم علاقة أو ما له خص يعني ما له خص؟ لا طبعا الله سبحانه وتعالى في مجالات كثيرة في بالنسبة في القرآن الكريم دائما قدم السمع على البصر وجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع له دور كبير، لأن الإنسان أول مفتاح في اللغة التعبيرية للتقدم والتعلم اللي هو التقليد، فالإنسان لازم يكون سامع الصوت حتى يكون عنده القدرة على التقليد. صحيح. بالضبط. فإذا ما سمع شيء فكيف ممكن ينطق الشيء؟ طبعا دكتور حيدر، ممكن تقول لنا على دلائل أو مؤشرات تقول حق الأم أو حق الأب أن طفلك يمكن السمع عنده ضعيف أو عنده مشكلة، شو هي هذه الدلائل؟ عادة الطفل يشكي بشكل متكرر وبشكل دائم من ألم في الأذن، إذا كان إفرازات غير طبيعية، ملاحظة أن اللون غير طبيعي من الإفرازات، أحيانا حتى مش فقط الإفرازات، ممكن قد يكون في بعض الأطفال عندهم نشفان أيضا في الأذن. بما أنه يعني الطفل بشكل عام الأم بتسوي اللي هو مفترض التطعيمات، فلازم دكتور الأطفال بشكل دوري كل ما يصير عنده الطفل لازم من ضمن الأشياء اللي يكشف عليها اللي هي الأذن، حتى لو ما كان الطفل يشكي من ألم، الأفضل من باب الحيطة والحذر أنه دائما يشيك بشكل مستمر. وكذلك دكتور مثل ما قلت ممكن يكون النطق دكتور، إذا الطفل مثلا كمل سنتين وما ينطق ممكن نقول أن هذا بسبب السمع، عنده مشكلة في السمع. صحيح، أو إذا كان عنده أيضا مخارج حروف عديدة، يعني ممكن يكون حرف حرفين مش مشكلة، بس لما يكون عنده معظم مخارج الحروف ومعظم الكلمات عنده صعوبة كبيرة في أنه ينطقها، هذا أيضا من ضمن المؤشرات والدلائل على أن الطفل قد يكون عنده مشكلة في السمع، فمن باب الاحتياط لازم أكيد يسوي فحص سمع. نعم دكتور، ممكن تحدثنا شو أهم الأشياء اللي توصل لها العلم لعلاج مشكلة السمع؟ طبعا إذا كانت الإعاقة بسيطة يفضل أن يستخدم هو المعين السمعي، أوكي؟ اللي هو hearing aids يسموه في اللغة الإنجليزية. ولكن في حال لو كانت الإعاقة متوسطة إلى غاية اللي هي الإعاقة الشديدة، يفضل اللي هو زراعة القوقعة. طبعا الشيء اللي يحكم فيه دكتور الأنف والأذن والحنجرة، هل إن الطفل حيستفيد أو لا، هذا الشيء طبعا يقرره دكتور الأنف والأذن والحنجرة. ولكن زراعة القوقعة كان اللي هي مثل يعني كانت لها دور كبير جدا في تقدم عدد كبير من الأطفال، وقدرة زراعة القوقعة كفائدة أفضل بكثير من المعين السمعي العادي. نعم دكتور، الحالات المتوسطة والشديدة. نعم يعني هذه يعني آخر ما توصل له العلم دكتور، أو في أشياء أكثر ممكن تعرفنا؟ زراعة القوقعة.
نعم زراعة القوقعة. وطبعا دكتور حيدر سابقا في حلقة سابقة قلت لي أن أنوه للمستمعين أن الدكتور حيدر على أتم الاستعداد أنه يستجيب لكل أسئلتكم حتى لو تحت الهواء، ممكن أنه يتواصل مع المستمعين وأنه يجيب على كل أسئلتكم، لأن الدكتور حريص أنه ينشر الفائدة للجميع والجميع أفراد المجتمع. إذا في أفراد يسمعونا ومو قادرين أن يتصلون الحين، تقدرون أن تأخذون رقم الدكتور وتتواصلون معاه للاستفادة أكثر في هذا الموضوع، صحيح دكتور؟ أكيد أكيد لا شك، نحن حاضرين في النهاية، لازم نحن جزء من هالمجتمع، فالجميع لازم يتكاتف، ومن ضمن الأشياء اللي هي تقديم الخدمات للبيئة والمجتمع. نعم دكتور، بس ممكن تقول لنا نصيحة أخيرة تقدمها للأهالي قبل ما نختم معك اليوم؟ أهم شيء بالنسبة لموضوع السمع تحديدا لا نستهين فيه، لأن النطق الطفل والتواصل مرتبط بشكل وثيق بموضوع السمع. ففي أي يعني في أي فرصة لما يكون الطفل يشوف دكتور الأطفال خصوصا، خلي اللي هو بشكل دوري دائما نسوي كشف على السمع، يعني لا ننسى دكتور أن نكشف على السمع في أي زيارة لطبيب الأطفال، صحيح دكتور؟ أكيد أكيد لا شك، لازم يكون هاي شكل روتيني. نعم دكتور حيدر شكرا لك تواجدك معنا. كان معنا طبعا نذكر أعزائي المستمعين الدكتور حيدر علي وريدان أخصائي علاج النطق في هيئة الصحة في دبي، شاكرين لك تواجدك معنا دكتور. العفو، دائما نشرفنا نكون معكم في البرنامج. شكرا لك. طبعا أمنا احنا عندنا جراحين متخصصين في الأنف والأذن والحنجرة، متخصصين في جراحة القوقعة، أتوقع يحتاج نستضيف هذا الطبيب في يوم من الأيام ويحدثنا شوي عن هاي الجراحة. نعم إن شاء الله. بمناسبة تنظيم، احنا كلنا نعرف احنا دخلنا في الأسبوع الوطني للتنمر أمنا، وبمناسبة تنظيم الأسبوع الوطني للتنمر الإلكتروني اللي تشهد الدولة بشكل عام لمكافحة هاي الظاهرة العالمية، تشارك هيئة الصحة في دبي العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذا الأسبوع، ومن خلال العديد من مبادراتها التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي بهاي المشكلة وكيف نحمي الأبناء منها. تحدثنا اليوم عن هذا الموضوع الأستاذة فاطمة الصايغ أخصائي التثقيف الصحي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير فاطمة. يا صباح النور. لو تحدثينا شوي عن أسبوع الوقاية من التنمر الإلكتروني وأهميته وما هي أهدافه. بداية دكتورة هند الأخت آمنة وأعزائي المستمعين، أحييكم تحية صباحية عطرة راضية لكم الصحة والسعادة. أهلا فيك دكتورة. بداية أتحدث إليكم عن حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر الإلكتروني والموجهة إلى طلبة المدارس وأولياء الأمور. فالوقاية من التنمر يرفع من جودة الحياة لدى الأبناء. ونتحدث أيضا عن الدور الحيوي لهيئة الصحة بدبي في إحياء وتفعيل مثل هاي المناسبات المجتمعية. نتكلم هنا كما ذكرتي دكتورة هند عن أهمية أسبوع الوقاية من التنمر الإلكتروني كجزء من التوجه الحكومي لتحسين جودة الحياة. جميعا نعلم أن قيادة الدولة تتوجه على انتهاج السعادة والإيجابية كأسلوب حياة والتزام حكومي ضمن برامج جودة الحياة، وتسعى دائما أن يكون الأطفال آمنون وسعداء ومستانسين في حياتهم اليومية، ونرعى جيل سعيد وإيجابي، ونحث الشباب على تنمية قدراتهم وتسعى لتمكينهم وتحقيق طموحاتهم في المستقبل. نعم. هيئة الصحة تشارك متمثلة بقسم الصحة المدرسية هذا العام والسنة الرابعة على التوالي إلى جانب 28 مؤسسة اتحادية ومحلية في أسبوع الوقاية من التنمر الإلكتروني. نعم. كن لطيف لا تكن عنيف. نعم. أستاذة فاطمة ممكن تقولي لنا عن أولا كبداية نبذة عن التنمر الإلكتروني وخطورته وآثاره النفسية والبدنية قبل ما نتكلم طبعا عن هذا الأسبوع، ممكن نحدث الناس بس كبداية عن أهمية هذا الموضوع وآثاره النفسية؟ نعم، بداية نوضح أن التنمر الإلكتروني هو سلوك عدائي مسيء متعمد من شخص ما وهو المتنمر، ويستهدف أشخاص آخرين هم الضحية. نعم. المتنمر لديه هذا السلوك ويكرره بهدف الإخافة والتهديد والسخرية والإساءة لأشخاص الآخرين، يستخدم في ذلك لأنه إلكتروني، يستخدم الهواجس الذكية، يستخدم أجهزة الكمبيوتر، يستخدم الأجهزة اللوحية. نعم. عبر الإنترنت، وأيضا
أي شكل من أشكال التكنولوجيا الحديثة. سلوكيات التنمر الإلكتروني هذه تعد خطيرة في الوقت هذا بالذات في وقت الكوفيد-19، لأن الجميع يستخدم كل الأجهزة هاي ويتعامل معها عن بعد، فيمتلك عدد كبير من الأطفال والمراهقين الهواتف المحمولة والأجهزة اللي تمكنهم من التواصل عبر الإنترنت ويكونون فرصة للوقوع للتنمر. وأيضا يصل هذا المحتوى، محتوى التنمر الإلكتروني، يحصل لجمهور كبير في وقت قصير وتصبح خصوصية الضحية مهددة، ويتمكن الجميع من مشاهدتها على منصات التواصل الاجتماعي، ويبقى هذا المحتوى للأبد ويمكن أن يتكرر استخدامه لإيذاء نفس الشخص. نعم، ممكن تحدثينا شو دور هيئة الصحة وكيف شاركت في أسبوع التنمر اللي كان هذا الأسبوع؟ طبعا هيئة الصحة ركزت في أهدافها في تأثيرات التنمر على الأطفال عبر الإنترنت، من ناحية العقلية أن الشعور بالانزعاج يحس الشخص ويحرج ويحس بالغضب وحتى عدم الثقة بالنفس، يشعر بالخجل وانعدام الاهتمام حتى بالأشياء اللي كان يحبها. بدنيا يشعر بالتعب والمعاناة من أعراض المغص والصداع وغيرها. وهيئة الصحة نظمت متمثلة بقسم الصحة المدرسية طوال أسبوع الفعالية من يوم 15 إلى يوم مستمرة إلى يوم 21 نوفمبر، نظمت عدة محاضرات توعية تثقيفية عبر المنصات الافتراضية لطلاب المدارس. نعم. في مواضيع مختلفة، وغطت تقريبا 132 مدرسة خاصة في مواضيع عن التنمر مثل التنمر الإلكتروني، التأمل وإدارة الإجهاد النفسي، العدوانية وأثرها النفسي على الأطفال، التنمر في مجال العمل، التدخل العلاجي ومهارات التعامل مع التنمر، استخدام الفنون الإبداعية كوسيلة للتنمر. كذلك نظمت 3 جلسات حوارية عبر المنصات الافتراضية لأولياء الأمور باللغتين العربية والإنجليزية. طبعا يعني جائحة كوفيد أستاذ فاطمة لم توقف هذه الحملات، وبالعكس استمريتوا أنتم بهذه الحملات عن طريق يعني التقنيات الحديثة، وكانت طبعا عن بعد لطلاب المدارس مثل ما ذكرتي، ل 130 مدرسة وجهتوهم في هذا الموضوع. نعم، وكانت حقيقة ناجحة، وكان إدارة التعليم الطبي المستمر في الهيئة عانتنا في هذا الموضوع ونظمت موضوع المنصات الافتراضية، والحمد لله كانت ناجحة حتى في 3 جلسات حوارية اللي كانت مع أولياء الأمور واللي داخل فيها أخصائيين نفسيين من مستشفى الجليلة ومتحدثين من مركز حماية تابع لشرطة دبي وأخصائيين مختصين بالصحة العامة من قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة. نعم، أجابوا على تساؤلات أولياء الأمور عن التنمر الإلكتروني وناقشوا ووضحوا مفاهيم السائدة وكيف يستطيع الشخص أن يحمي أبنائه من الوقوع في التنمر وضرره. نعم، أستاذة فاطمة، ممكن تحدثينا نصيحة أخيرة تقدمينها في موضوع الأسبوع الوطني للتنمر الإلكتروني؟ والله أنا نصيحتي لأولياء الأمور أن الانتباه لأبنائهم. نعم. ومحاولة أن ينتبهون الأبناء، يخاطبون من، يتكلمون مع من على وسائل التواصل، وطبعا الحلول الأساسية أن يعامل الطفل ويعامل ابنه كصديق، يترك للطفل الفرصة أنه يوضح له ويقول له في حال إذا تعرض لأي تنمر، ويحمي ويحاول يتواصل مع المدرسة ومع الأخصائيين النفسيين على طول من أجل حماية الطفل. نعم نعم، أستاذة فاطمة شاكرين لك تواجدك اليوم معنا وحديثك عن أسبوع الوطني للتنمر. كانت معنا طبعا نذكر مستمعين الأستاذة فاطمة الصايغ، أخصائي التثقيف الصحي في هيئة الصحة في دبي. شكرا لك أستاذة. العفو حبيبتي، حياكم الله. نعم، وطبعا اليوم دكتورة تحدثنا عن التنمر
وتحدثنا عن التنمر الإلكتروني بالضبط. ومساهمة هيئة الصحة في دبي في هذا الأسبوع. هو الدولة كل سنة تنظم أسبوع وطني للتنمر، وهاي السنة ركزت على التنمر الإلكتروني اللي هو تستعملين أي وسيلة إلكترونية. تعرفين آمنة حين الموضوع وايد صاير سهل، كل من هب ودب فتح الأكاونت وفتح الحساب في الموقع الفلاني والعلاني، وفي بعض الأوقات في الناس يستغلون هذا الشيء لأهداف غير صحيحة. طبعا احنا نعرف ان هذا التنمر له عواقب كثيرة تأثر على نفسية الشخص، من ناحية حتى تأثر على الصحة الجسدية بعد للطفل هذا أو للشخص بشكل عام. ويعني طبعا دكتور احنا سعيدين ان حتى اسبوع التنمر الالكتروني هذا ما توقف بسبب جائحة كوفيد 19، بالعكس استمروا وانتشروا على نطاق اوسع من النطاق اللي كانوا قبل يعني يوصلوا له، طبعا بفضل التقنيات الحديثة اللي وظفتها هيئة الصحة. طبعا أسماء قالت لنا اليوم منزلين كانوا بوست وايد مهم، أنا أنصح الكل أن يرجع للبوست هذا اللي يقول كيف تقوم حماية نفسك من التنمر. أنا دايما أقول التوعية هي نص العلاج، فإحنا لازم نوعي أبنائنا بالتصرف الصحيح إذا هم تعرضوا لهذا التصرف، وبعد في نفس الوقت إحنا نوعيهم أن هم ما يتحولون بعد إلى متنمرين. فهو الموضوع لها جانبين آمنة. أنصح الجميع أنهم يروحون ويقرون أكثر عن هذا البوست. باختصار إحنا نقول أن تعلم تقول لا للغرباء، تعلم تحافظ على خصوصياتك، ما تشارك معلوماتك السرية مع أشخاص آخرين، وإذا حسيت أنك أنت تحتاج المساعدة دايما أحرص على طلبها. ما فيها شيء إذا أنت رحت وطلبت المساعدة من شخص بالغ. نعم دكتورة، وطبعا التنمر الحين أصبح أسهل بفضل أن كل طفل أصبح عنده جهاز وممكن أنه يسوي له أكاونت مثل ما قلتي ويتواصل. هني نحن نقول هذا دور الأهل دكتورة أكثر من أي شخص آخر، يعني الوالدين هذا دورهم أنه يحرصون أنه على متابعة ابنهم، متابعة ماذا يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي، شو المداخلات اللي يكتبها للناس، لأن يعني ممكن هم ما يكونون شايفين هالشيء إذا ما كان في متابعة دقيقة للأجهزة اللي يستخدمها الطفل. ساعات الشخص ما يعرف أن التصرف اللي يسويه ترى هذا تنمر، هو يتحرى أن هذا شيء طبيعي. نعم. لما حد يمزح مع حد أو يتغشمر مع حد فهو يتوقع أن هذا شيء طبيعي. احنا بعد لازم نوضح لهم ان هذا الشيء مش طبيعي ومغير صحيح. نعم دكتورة اكيد هذا الشيء لا شك فيه. اعزائي المستمعين احنا استمتعنا كثير في هالحلقة، اتمنى ان انتم استمتعتوا معنا. في ختام حلقتنا نذكركم دائما وابدا البسوا كماماتكم للوقاية من كوفيد 19 بطريقة صحيحة، ونشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، كل الشكر لمخرجنا المبدع اليوم وائل، وطبعا آمنة زميلتي وشريكتي شكرا جزيلا على وقتك معي، وأنا استمتعت جدا معك. وأنا استمتعت أكثر دكتورة، ونتمنى لجميع المستمعين إجازة سعيدة، ونتمنى لهم دائما الصحة والسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.